السلام عليكم، معكم أم نجلاء لتعليم الجميع. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنكملوا الدرس ديال تريونغل اي باراليل لي زيكزيرسيس باج 88 ليكزيرسيس 5 في نفس النهار. التمارين في الفيديو السابق اللي بغاها يمشي الفيديو السابق كاينين. عندنا ليكزيرسيس تيقول سوا ا بي سي ان تريونغل ريكتانغل اون ا تيل كو ا بي ايغال 8 سنتيمتر AC égale 6 cm et BC égale 10 cm. Un triangle rectangle en A, qui est la qaim zawiya fi A. Soit M, le milieu de segment AB, M, montasaf AB, la parallèle ABC passe par M, coupe AC en N. Montrer que N est le milieu de segment AC. On a le سؤال الأول. نشوفوا الشكل بالنسبه للشكل ها هو رسمته. عندنا ABC ان تريونغل ريكتانغل اون ا يعني هنا ABC هو تريونغل ريكتانغل اون ا. عندنا M لو ميليو دو سيغمون AB M لو ميليو دو سيغمون AB la droite qui passe par M en parallèle ABC coupe AC en N. يعني المستقيم كيمر لينا من M كيوازي لينا BC كيقطع AC في N. السؤال تيقول لك montre que N le milieu de segment AC. نبينوا ان N le milieu de segment AC. يعني هادشي قريتو في لي بروبريتي اللي كانوا دازو قبل. اذا شنو عندنا دائما عندنا في لا بروبريتي جو كوا 3 la propriété dans un triangle la propriété 3 dans un triangle si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un autre côté alors il coupe la troisième côté en son milieu يعني إلا كان عندنا فواحد المثلث مستقيم كيمر من منتصف احد اضلاع المثلث وكيوازي الضلع الاخر فانه يمر من منتصف الضلع الثالث. هذه هي لا بروبريتي اللي كتقول لنا وهي اللي غنخدموا بها في هذا التمرين. اذا الشكل هو هذا. غادي نبرهنوا ان ان منتصف ا سي. السؤال الاول مونطرون que N le milieu du segment AC. دائما عندنا مثلث دون un triangle ou dans le triangle pardon un triangle ABC on a M et le milieu M est le milieu segment AB. اي عندنا ام ان باراليل ا بي سي. عندنا مستقيم كيمر من منتصف قطعه وكيوازي حامل الضلع الاخر اذا فهو يمر من منتصف الضلع الثالث. دونك دابري دائما كنقولوا لي بروبريتي اللي درناهم في الدرس تيوليو تنهبرهنو بيهم على التمارين. لا بروبريتي 3 ان اي لو ميليو دو سيغمون اسي
أ سي. يعني عندنا هنايا قلنا ام سي ميليو سيغمون ا بي ان سيغمون ميليو سيغمون ا سي. سؤال ثاني سيقول كالكولي ام ان، كالكولي ام ان، هاد المسافة هادي غنحسبوها. ثانيا كالكولون ام ان. اذا دائما في اسم المثلث دون لو تريانغل ابسي اون ام اي لو ميليو ابي. A N est le milieu de AC. Là, بالنسبه لهاد la propriété اللي عرفتو بها la propriété de d'après la propriété de هادي dans un triangle la longueur du segment qui joint les milieux des deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. يعني الضلع اللي كيربط بين منتصفي قطعة هذيك القطعة هذيك تساوي في الطول ديالها هو نصف الضلع الثالث اللي متوازية معاه. هذه هي اللي غنخدموا بها دابا. اذا غتكون عندنا ام ان ايغال هادي كتساوي لا موتي ديال هادي بي سي. ام ان ايغال ان دومي فوا بي سي. بي سي عندنا هي عطينا العبر هي 10. اذا ام ان ايغال 5 سنتيمتر. 10 على 2 هي 5. كالكولي لاغ دو تريونغل ا ام ان. كالكولي لاغ دو تريونغل ا ام ان يعني لاغ او لا سورفاس هما لو ميم المساحه ديال المثلث ا ام ان. بالنسبه ل تخوازيام كيسيون كالكولون لاغ دي تريانغل ا ام ان. بالنسبه للقاعده باش نحسبوا لاغ، لاغ دي تريانغل هو لا باز فوا لوتور ديفيزي بار دو. القاعده مضروبه في الارتفاع مقسومه على جوج. هذه هي باش كنحسبوا المساحه المثلث. القاعده والارتفاع دائما تيكونوا متعامدين. الارتفاع تيكون عمودي على القاعده. إيه كان مثلث، هنا عندنا مثلث ريكتانغل، اصلا عندنا مثلث قائم الزاويه. يعني القاعده والارتفاع هما الضلعان المتعامدين مع بعضياتهم. القاعده والارتفاع تيكونوا لينا زاويه قائمه. لنفرض ما كانش عندنا هنايا زاويه قائمه، خصنا نرسموا الارتفاع يكون عمودي على القاعده. بالنسبه لهذا التمرين هذا قال كالكولي ا ام ان، يعني هو اصلا عندنا زاويه قائمه في ا، لان عندنا حنا ا سي و ا بي هما متعامدين. اذا قلنا لاغ دان تريانغل ايغال لا باز فوا لو تور ديفيزي بار دو. يعني اولا عباره اخرى بي فوا اش سور دو.
هنا عندنا دونزان تريانجل، ريكتانجل، بي اي اش، سان لي ميزور، دي كوتي، دو لونغل دغوا، حيت هما اصلا عندنا متعامدين. اذا هادوك هما القاعده والارتفاع دو لونغل دغوا. اذا غيكون عندنا ا بي سي، قلنا ان تريانغل ريكتانغل اون ا، الا كان ا بي سي ريكتانغل اون ا، حتى ا ام ان راه حتى هو ريكتانغل اون ا، لان عندنا ان ابارتيان ا سي و ام ابارتيان ا بي. اذا نفس الشيء، يعني ا ان و ا ام راهما بيربونديكولار، لان ان كتنسمي ل ا سي. يعني بعد ما نقولوا ا سي و ا بي متعامدين، راه هي ا ان و ا ام متعامدين نفسها، الزاويه قائمه راه بقات لينا دائما في ا. إذن A M N triangle un triangle rectangle en A. لو قلنا عندنا M كتنسمي ل AB و N كتنسمي ل AC. M appartient à AB et N appartient à C. يعني راه بحال غنقولوا المستقيمين AB و AC متعامدين، بحال غنقولوا AM و AN متعامدين. إذن غادي نحسبوا لاغ اللي عندنا، قلنا AA إيكال AM، القاعدة مضروبة في الارتفاع، AM فوا ان ديفيزي بار دو، ان فوا ان ديفيزي بار دو. بالنسبه لام و ان كانوا نحسبوهم راه ساهل، لان عندنا ام لو ميليو دو ا بي، اذا غنديروا ا بي على جوج، و ان لو ميليو دو ا سي غنديروا ا سي على جوج. هنا اون ام اي لو ميليو دو ا بي، donc A M égale A B sur 2 égale A B. عندنا هي 8 على جوج كتساوي 4. ونفس الشيء ثاني، N A le milieu de AC، donc AC égale pardon à n égale à c sur 2 à c هي 6 على جوج كتساوي لنا 3. اذا غنعوضوا هنا بالقيمه ديالهم، يعني ا كتساوي 4 مضروبه في 3 على جوج اللي هي 12 على جوج اللي هي 6. لاغ ايغال 6 سنتيمتر كاري. هذا سؤال جوج. سؤال ثلاثة عندنا كالكولي، بون صافي هو داك سؤال ثلاثة هو كالكولي لاغ دو تريونغل ا ام، اذا حسبناه. اذا دابا غادي نمشيو نحسبو نشوفو التمرين السادس. التمرين السادس اون كونسيديري اون كونسيدير لا فيغور سويفونت تيل كو ام ان باراليل ا بي سي، AN égale 4,2, AM 2,8, AM 1,2 et BC égale 7. Calculer NC et MN. Maintenant, je vais vous donner ce que je vais vous donner. MN et BC sont choisis. On a la masse. Si vous avez vu, on a la masse NC. Donc, on a la calculons. Je vais vous donner le chèque. Je vais vous donner le chèque. Calculons NC.
ان سي. عندنا هنا غادي نخدمو بلا بروبريتي 4 بهادي هاد لا بروبريتي هادي دون ان تريانغل سي ام اي ان بوين دو سيغمون ا بي اي ان ان بوين دو سيغمون ا سي تيل كو ام ان اي باراليل ا بي سي. الوغ هاد اسكو عندنا هاد المتساويه نتحققها يعني ا ام على ا بي كتساوي ا ان على ا سي كتساوي ام ان على ب سي. يعني هذه هي اللي غنخدموا بها هاد التمرين لان داك الشروط كامله متوفره. عندنا ام كتنتمي للقطعه ا بي وان كتنتمي للقطعه ا سي وام ان كيوازي لينا ب سي. دون ان تريانغل لا دون لو تريانغل ا بي سي on a M appartient à B. A N appartient à C. A M parallèle à BC. Donc, d'après la propriété quatre, on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. والنقط كتنسمي نقط مستقيمه كتحقق لنا هذه المتساويه. حنايا شنو بغينا نحسبوا؟ بغينا نحسبوا ان سي. ان سي هذه المسافه هذه بغينا نحسبوا ان سي. اذا ان سي عندنا هنايا ا ام على ا بي كتساوي ا ان على ا سي. ان سي كتنسمي القطعه ا سي. يعني غناخذوا المتساويه الاولانيه هي اللي غنحسبوا بها نخدموا بها. يعني ناخذوا ا ام على ا بي ايغال AN على AC. هاد AC هادي هي اللي غنديرو مثلا AM على AB تساوي AN على AN pardon AN plus AC. AN إذا AC إيكال AN plus NC. هاد المسافة هادي هنايا هنايا AC كتساوي لنا AN غنزيدو عليها ان سي. ودابا غنعوضوا كل حاجه بقيمتها وغادي نحسبوهم. عندنا ا ام شنو كتساوي لنا ا ام؟ ا ام كتساوي لنا 2.8. اذا 2.8 على ا بي. ا بي هي هذه. ا بي هي ا ام زائد ام بي. ا ام عندنا 2.8 و ام بي هي 1.2. يعني غنديروا ا ام زائد ام بي اللي تعطينا 8.0 هي 4. AM على AB على 4 تساوي AN عندنا هي 4.2 على AN 4.2 زائد NC. NC هو المجهول اللي عندنا. NC هو المجهول. إذن نضربو هذه في هذه تساوي هذه في هذه. إذن 4.2 زائد NC تساوي 4 مضروبة في 4.2 مقسومة على 2.8. يعني هادي مضروبة في هادي مقسومة على هادي كتساوي لنا هادي. إذا 4.2 مضروبة في 4 هي 4.2 هي 16. 4 باردون 4.2 8 و 4.4 16 هي 16.8 على 2.8. يعني كتساوي لينا 16.8 على 2.8 هي 6. إذا 4.2 زائد ان سي كتساوي لينا 6. إذا ان سي كتساوي 6 ناقص 4.2. يعني هذا غترجع للجهة الأخرى. يعني ان سي تساوي 1.8 سنتيمتر. هذه هي ان سي. السؤال الاخر قال لك احسب ان سي و ام ان. ام ان هي هذه غادي نحسبوها
بنفس الطريقه بهذه المتساويه هذه اللي كانت عندنا هنا هي اللي غنحسبوا بها. يعني دابا هذه معروفه، هذو كلهم معروفين، هذه بوحديتها اللي ما عندناش، هاد ان سي اللي ما عندناش. يمكن لي ناخذوا ام على ا بي كتساوي ام ان على بي سي، اولا ان على ا سي كتساوي ام ان على بي سي اللي خدمنا بها بحال بحال، ماشي مشكل. اذا كالكولون ام ان، اذا نديرو ا ان على ا سي كتساوي ام ان على بي سي. اذا ام ان ايغال ا ان فوا بي سي على ا سي. سنعوضو ا ان هي ان هي 4.2، بي سي هي 7، و ا سي هي 6. ا سي هي هادي، هي غنحسبو ا ان زائد ان سي، يعني ا ان هي 4.2 و ان سي هي 1.8 اللي هي 6. وغنحسبوها ام ان تساوي 4.2 مضروبة في 7 هي 7×2=14، 7×4=28، هي 29.6، هي 4.9، 4.9 سنتيمتر. غتحسبوها بكالكيلاتريس ولا تحسبوها ماشي مشكل، ديرو واسخ وغتحسبوها. اذا هذه هي الطريقه، هذه هي الخاصيه الرابعه طبقناها في هذا التمرين. يعني الخاصيات كاملين ببساط، يعني خصكم غير بشويه تطبقوهم وغتفهموهم ساهلين. كنتمنى اللي بغى شي حاجه يخليها في الكومونتير، وكنتمنى نكون كنوصل لكم الفكره وكنشرح لكم يعني كتفهموا مني. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه ابونا وفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. وكنشكركم بزاف على الشجاعه ديالكم، شكرا لكم، الله يوفقكم.